السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة معنا اختبار الحمض الهيدروكلوريك اللي بيستخدم في الماء الملكي. يلا نبدأ. أهلا بكم متابعين القناة. النهاردة معنا اختبار الحمض الهيدروكلوريك أو ما يسمى بالـ HCl، وده ليه استخدامات كتير في مجال المنظفات، وبيستخدم في الماء الملكي لاستخراج الذهب. في ناس بتواجه مشاكل بسبب ان الاحماض تركيزها مش فعال او ان الاحماض متزودة مية. ما عليك غير ان انت تعمل له اختبار وتشوف التركيز بتاعه. يلا نبدأ. اهم حاجة نكون لابسين الكمامة، تمام. نجيب حمض الـ HCl تركيز 33%. ما عليك غير ان انت هتجيب حمض الـ HCl وتجيب قطع ألمونيا، تمام. نفضي شوية. ونجيب قطعة الألمونيا ونحطها في الحمض ونشوف التفاعل. بسم الله. هو بياخد ثواني معدودة والتفاعل بيشتغل. وحاليا الحمض بيتعرف على نوع المعدن عشان يتفاعل معه. بياخد بس كام ثانية كده وبعد كده بيبتدي التفاعل. وفي تفاعل بسيط لسه بيبتدي، تمام، بس هو تفاعل الحمض هيبقى قوي جدا، انا متأكد من كده. اهو التفاعل بيبتدي. اقرب لكم الكاميرا. التفاعل ابتدى مع الألمونيا. الريحة بصراحة صعبة جدا، الريحة بتاعت نفاذة جدا، اتاكلت كلها. هو كده التفاعل خلاص خلص، بس الأبخرة لسه بتطلع. حاسس ان في سخونة في الكوباية، الكوباية سخنت شوية. وبس كده كان فيديو النهاردة، وبشكر الناس على التفاعل على اخر فيديوهات. انا شايف ان في اعجاب بالمحتوى، اكتر من 300 مشترك بسبب فيديو واحد، ده رقم قياسي بالنسبة لي، واكتر من 10,000 مشاهدة على فيديو واحد في شهر تقريبا. ده بالنسبة لي برضو كبداية حاجة حلوة خالص. وكل ما الاشتراكات بتزيد كل ما الواحد بيتحمس ينزل فيديوهات لكم اكتر. اكتبوا لي في التعليقات عايزين شرح الايه بالظبط، بس يكون في نفس المحتوى، وانا اعمل لكم فيديو عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.